سيادة السفير، تحدثت عن أن عام 2023 مليء بالتناقضات، تناقضات مثل ماذا؟ أولاً استعمال القوة في حل المشاكل واللجوء إليه، مع أنه هناك محدد طرأ على العالم كله في عام 23 أيضاً، وهو أن أي انتصار هو انتصار منقوص وأي هزيمة مش هتكون كاملة، بمعنى أن القوة لن تحقق الحسم لأي قضية، ويجب أن نعود بعد استعمال القوة أو حتى قبلها أحياناً إلى مائدة التفاوض وإلى الحوار وإلى محاولة الوصول إلى حلول سلمية. لكن للأسف كان النهج الخاص في 23 هو استعمال القوة. احنا دايما كنا بنقول يعني وقف استعمال البنادق وكل الأسلحة بوجه عام في التناقضات اللي موجودة، سواء كانت داخل الدولة أو حتى ما بين الدول وبعضها البعض. ولكن للأسف اللي شفناه في 23 استعمال السلاح بشكل أصبح يعني ما كانش يمكن موجود في 22 أو حتى فيما مضى إلا بشكل أقل، ولكن العام 23 أفرز يعني الحقيقة مدخلات جديدة ومحددات جديدة في العلاقات الدولية، وهي أن القوة تبدأ دائما ثم بعد كده لا تنتهي الصراع. وبرضو دي أحد المحددات الجديدة اللي موجودة في الصراعات الدولية، أن إطالة أمد الأزمات، أن أي أزمة تبدأ لكن لا تنتهي. حضرتك شفتي الأوضاع في الإقليم عندنا هنا، ليبيا، سوريا، اليمن وغيرها، السودان دخلت في نفس المأزق للأسف، أوكرانيا وروسيا، كلها بتبدأ الأحداث ثم بعد كده ما حدش يعرف يسيطر عليها ولا يستطيع أن هو ينهيها، ونضطر بعد كده بعد كل الخسائر المادية والأرواح أن احنا نقعد على مائدة التفاوض ونتفاوض. طب ما كانش ليه من الأول الكلام ده؟ فين الرشد وفين العقلانية في التعامل مع المشاكل سواء كانت عالمية أو إقليمية؟ كيف تقيم تعاطي الدولة المصرية مع الاضطرابات العالمية؟ الدبلوماسية المصرية قدرت أن هي تضع توازن دقيق جدا ما بين المبادئ والمصالح، وده معادلة حضرتك مش سهلة، وكونك أن أنت تقيسي أن أنت يجب أن أنت تلتزمي بالمبادئ اللي بتقوم عليها الأسس سياستك الخارجية وفي نفس الوقت المحافظة على مصالحك، ده موضوع في منتهى الصعوبة وفي منتهى الدقة، ومش أي دولة تقدر تجيده وتقدر تمارسه بالشكل الدقيق والرصين اللي مصر مشيت عليه، بل بالعكس يمكن أقولك أنه بعض الدول أخذت هذا النهج من مصر دلوقتي، فكرة اللي هي التوازن ما بين المبادئ والمصالح، لأن العالم دلوقتي أصبحت بتدريج تاخدي مواقف حدية قاطعة في مشاكل كثيرة، وإلا هتلاقي نفسك الدبلوماسية عاجزة عن أنها يكون لها تأثير في بعض المشاكل. وسبيل المثال أنا دايما بضرب المثل ده، روسيا وأوكرانيا، احنا في مصر قدرت أن هي يعني تسير بدقة شديدة جدا ما بين المبادئ والمصالح في الأزمة الروسية الأوكرانية، وطبعا ده انعكس على حفاظنا على مصالحنا، لأن أنت ليكي مصالح مع الغرب ولكي مصالح مع روسيا ولكي مصالح مع أوكرانيا، ما تقدريش أن أنت تفقديها نتيجة مواقف معينة دبلوماسية أو غيرها. لكن الإدارة الدقيقة للسياسة الخارجية المصرية والدبلوماسية الرئاسية، وأنا هنا بركز على كلمة الدبلوماسية الرئاسية لأنها كان لها تأثير كبير على نجاح الدبلوماسية المصرية خلال العام الماضي ومن قبلها طبعا، ولكن في النهاية هذا التوازن هو اللي إدى مصر أولا وزن ومصداقية، وأن الناس بتسعى أنها تسمع رأيك في كل المشاكل الدولية والإقليمية.